المشكلة في السناب الجديد، انتبهوا الآن استخدام الخرائط. الآن بصغر، لاحظ أنا الآن مسوي وضع الشبح ما حد يشوفني، لكن المصيبة أني أشوف، شوف النقط هذه سنابات الناس اللي ساكنين حولنا. مثلا ناخذ هذا ولا هذا، مرة ما يطلع. شوف جيراننا، أنا ما أضفتهم بس على الخريطة، شوف سنابات خاصة فيهم أنا استطعت أني أراها، وهذا خطير جدا. البنات والحريم، شوف جيراننا على الخريطة، عارف موقعهم. شوف الآن أصغر أروح منطقة ثانية، هذا مثلا جارنا، شوف هذا موقعي ما حد يشوفني، شبح أنا، أدخل عليه ضغطة واحدة، ضغطة واحدة ويبحث ويشتغل. ها شوف هذا طلع من جارنا، جيراننا شوفوهم قاعد يحمل. ها شوف جيراننا الله يسترهم، هذا ابو عبد الله، هذول عياله، مصيبه يعني. لو في تصوير حريم هذا هم العيال، شوف 500 الله يستر عليهم. لاحظ هذا